مالك؟ مش عارف ازاي اتكلم مع راجل وانا عارف انه عايز يقتلني. وبعدين معاك يا سعيد، انت كده هتضيع نفسك. وبعدين انت ما بقتش لوحدك، رقبتي ورقبتك عليهم سيف واحد. لما يوصل في وسط الكلام عايزك تستأذن وتروح تولد. ليه؟ هقول لك بعدين. فعلا شكلكم عريس وعروسه. الف مبروك. الف مبروك يا ست الليل. الله يبارك فيك يا سعيد، وان شاء الله ربنا يجعل المنصب دوت يسلمها لمناصب اعلى واعلى. مناصب يا سعيد، بينه وبينك الواحد عايز يستريح ويبعد عن المسؤوليه شويه. بس البلد محتاجه لسيادتك. والله انا كنت رافض منصب المحافظ، قلت لهم يا جماعه لو مش عاوزيني اطلع معاش احسن، لكن مسؤول كبير قوي قال لي ده مركز مؤقت الهدف منه تدريب على الاداره، وزي ما قال سعيد. شفت سعادتك؟ مش هقدر اقعد معاكم كتير لان ورايا امور ملهاش اول ولا اخر. سعيد افندم، شغل الشركه ماشي عادي، مفيش اي تغيير. صحيح هنحبط عن القاهره، لكن ده معناه اهتمام اكتر منكم. اكيد يا سياده اللواء. يا فندم انت بتقول ايه؟ يعني كانك معانا بالظبط. ها وناويين تكتبوا كتابكم امتى؟ في خلال ايام ان شاء الله. وشهر العسل؟ لا شهر ايه يا سياده المحافظ؟ ده مجرد كده اسبوع عسل. يعني مش عاوزين نغيب عن الشركه اكتر من كده. وبعدين هند عاوزه تروح بيروت. طبعا جميله بيروت، والاحوال هناك هاديه وبقت عال. طب استاذن حضرتك انا دقيقه اروح الحمام. اتفضل. على اذنكم. هند كل حاجه زي ما اتفقنا، مفيش اي تغيير. العلبه دي تحطيها جوه عليكي، فيها قرص قد سمسمه. في بيروت وانت في شهر العسل وفي مكان عام، مطعم، كافيتيريا، المهم يكون في وسط ناس. والقرص مفعوله مفعول السكته القلبيه بالظبط، وانت فاهمه كل حاجه.